صديقي المسلم، بعد تردد طويل قررت أن أتصل به وأخبره بكل شيء. صديقتي في العمل تخبرني أنه يسأل عني، يحن إلى صوتي، يطلب زيارتي، يهتم لأمري، يستخبر أحوالي، دائما يحثها على مكالمتي ويستنيبها لزيارتي ويوكلها أمر الاهتمام بي. لم أتعود أن يهتم بي أحد. عشت في أسرة كبيرة محافظة، أذهب إلى الكنيسة كل أحد، أحب المسيح، ومع كل هذا كنت منعزلة عن الجميع. قررت أن أخبره. اخترت الوقت المناسب، اعتبرت فارق الزمن بين بلدينا، وحملت الهاتف. جهات الاتصال على هاتفي قليلة، معدودة على رؤوس الأصابع. لا أحتاج تركيب الأرقام ولا كشف الأسماء، ما هم إلا بضع معارف وعلى رأسهم. أخذ الهاتف يرن. هجم علي التردد مرة أخرى. كدت أتنكب وأكف الاتصال وأعود إلى حال الصمت، ولكنه لم يترك لي فرصة. أجابني بسرعة وهتف باسمي واللبهجة على لسانه. تتزاحم الكلمات على شفتيه، لا يقهرها إلا قلة دربته على لغتي وعلى ركاكة التراكيب التي يستعملها والتي لا يستصيغها أساتذة اللغة. أجد لها حلاوة وعليها طلاوة، تنبض بالحياة وتنزل معها السكينة، ثم هدأ وعاد إلى فطرته. صديقي هذا يحسن الإصغاء. كنت أظن عند اللقاء به المرة الأولى أن جهله بلغتي هو السر، طبعه هذا، ولكن اكتشفت أن هذه خصلته الجميلة. يختلف السكون في حضرته عن الفراغ الذي يحيط عالمي الصامت. سأل عن أحوالي، فانكب قلبي يحدثه. قلت: لست بخير. هل تعلم يا صديقي أنني بعت شقتي التي سكنت فيها سنوات عمري وانتقلت إلى حي جديد مع جيران جدد؟ تنفست السعداء بهذا الانتقال، وقد كدت أفقد حياتي. كان يسكن فوق شقتي قاتل متسلسل. كيف؟ سأل صديقي. ذات يوم طرقت الشرطة بابي وسألوني عن معرفتي بجاري، وأخبروني أنه قتل 7 نسوة من عمري وأني كنت التالية. كان يكفي أن تطرق الشرطة بابي لأصاب بالهلع. أتذكر حين زرتكم في بلدكم ونزلت في المطار وقصدتني الشرطة لتفتيشي؟ نعم أذكر. قلت لي حين ذاك: ليس من عادتهم أن يفتشوا أصحاب الجوازات الأجنبية بتلك الطريقة، خاصة إذا كانت شقراء حسناء فارعة الطول فيروزة العينين. لولا الوقار الذي كان يصاحب كلماتك لظننت أنك تغازلني. طلبوا أن أنزع حذائي، ذلك الحذاء الطويل الذي كان يصل إلى ركبتي، ذا الكعب العالي. احتجت إلى مساعدتهم لنزعه، فاختلط الخوف بالسخرية. وضع الشرطي ركبته على الأرض كما فعل الأمير مع فتاة الرماد، ثم استرسلته أخبره أنني احتجت إلى حصة مطولة مع طبيب نفسي. دامت أشهر. أخذ يسألني صديقي عن أختي التي كانت ترقد في المستشفى التي تشتغل فيه أمه، صديقتي في العمل. كانت ممرضة قبل أن أتقاعد. تصغرني أم صديقي ب5 سنوات، وكنا نرعى مرضى الزهايمر. وكانت صديقتي تخبره عن أحوالي، وأن أختي بدأ يصيبها بعض الجنون، وأن هذه الأمراض النفسية متوارثة في عائلتنا، لأن أمي أيضا أصيبت باختلال في عقلها عقب ولادتي. أنا الصغيرة في العائلة بسنوات قليلة. ثم سألني عن ابني.
أخبرته أنه وجد صديقة واستقر في عملي وأنه مقبل على الزواج. هل يعتقد صديقي أنه أصابني ما أصاب أمي وأختي؟ خاصة وأنني أخبرته سابقا أن ابني كان منطويا على نفسه، مدمنا على الطعام ومصابا بالسمنة المفرطة ويصاحبها من اختلالات. ثم قاطعني بقوله: هل تعلمين أنني أذكرك كثيرا في مواعيدي؟ لم أخبركم أن صديقي هذا هو خطيب ومربي مسلم. نعم، شاب في 30 من عمره حين عرفته، ولكن عليه وقار الشيوخ. قال صديقي: أحدثهم عن حبك العظيم للأنبياء، جميع الأنبياء، لا يذكر نبي في حضرتك إلا برقت عيناك من محبتهم. تعلمت هذا الدرس منك. كان قلبي يهتز ويرف إذا ذكر حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم أكن أفعل مع باقي الأنبياء إلا بعدما لقيتك وجالستك فتشرب قلبي من قلبك محبتهم. هذه المحبة اكتسبتها في حضور المستمر للكنيسة التي كانت في حينا. كان الراهب يحدثنا عن الأنبياء وخصالهم الحميدة، فسكن حبهم قلبي الحمد لله. ولكن مهما بلغت سعادتي حين يذكر الأنبياء، لم تكن كسعادتي حين ارتحلت لزيارة صديق المسلم. كانت أمه تخبرني دائما أن لها ابنا متدينا، وتحثني على زيارة بلادها للسياحة. تمتح السياح ببديع جمال البلاد وخضرتها ومذكرات عمرانها وتاريخها، وتمتعت أنا بالسياحة في قلوب الصالحين من أهلها. أول ما استقبلني صديقي المسلم، أخبرته بعد جلسة قصيرة أنني أرغب في الإسلام، وسألته عن السبيل، فطاف بي على زمرة من الخلان واحتفلوا باحتفالا لم أشهد مثله في حياتي. ولدت ولادة جديدة وحملت محبة جديدة إلى موطني، وربطت حبل قلبي بحبال قلوب المسلمين أينما كانوا. حملت كل ذلك في قلبي. صديقي، أخبرك الآن أنني بخير، وأن تلك الأيام التي قضيتها بينكم كانت أسعد أيامي. أخبرك أن مكالمتك كانت بلسم جراحي.